الاستفزاز وايضا بعض الاجراءات من طرف جامعه فاس، فلازم اننا نطرقوا لها ونوضعوها تحت المجهر ودائما مع مسؤولين من قلب مدينه فاس. في الايام الاخيره حديث كثير حول بعض الاجراءات اللي اخذتها جامعه فاس، بلاغ وبيان خرج من عند الجامعه اللي تيقول بان شركه التنميه المحليه بدات بشكل فعلي، يعني غادي يكون واحد جوج ديال المشاريع من المشاريع الكبرى للمدينه، وهو الامر يتعلق بتسيير شبه مفوض للمواقف الخاصه بالسيارات وايضا بالنسبه للاناره العموميه. اليوم غادي نتكلموا بشكل كبير او بشكل خاص على المواقف الخاصه بالسيارات بمدينه فاس. هذه المواقف اللي عندها جوج ديال الشق، يعني جوج شقين، شقين الا بغيت نقول، اللي مهمين بزاف. هو شق اجتماعي من واحد الناحيه، وهو اللي تسبب في واحد الاشكاليه معينه الان كتحاول الجامعه انها تحلها. وكاين الشق التسييري اللي كيطمح انه يصبح في مستوى التسيير اللي كتعرفوا المدن الكبرى سواء في المغرب او لا ايضا خارج المغرب. اذا مواقف السيارات بين التسيير المفوض وبين المشكل الاجتماعي الحقيقي اللي كتعرفوا او اللي كيعرفوه الساهرين على هذه المساله، هذه هو الموضوع عندنا اليوم في حلقتنا من فاس تحت المجهر. لكم تحياتي وايضا تحيات جمال دحمان في الاخراج، لكم تحيات سعد القادري اللي مرافقني في الصوره. انتم مباشره معنا على راديو بلس فاس وعلى لاباج فيسبوك ديال راديو بلس فاس، وايضا رقمنا مفتوح لكم هو 0532 02 21 باش تواصلوا معنا، ودائما راديو بلس ايضا مفتوح لكم باش انكم تابعونا مباشره على راديو بلس. اذا كنرحب بضيوفي الكرام اللي حاضرين معنا، كل من استهداف بن نيس اللي هو المهندس المكلف بمشروع التنميه المحلية او الشركه المكلفه بالتنميه المحليه لمدينه فاس. مرحبا بك معنا اليوم. شكرا لإلهام. اليوم نتكلموا على مواقف السيارات، يعني اليوم عندك بجوج تلقراج ولكن اليوم مواقف السيارات. كنرحب ايضا بالعلاج محمد انس المهندس رئيس القسم التقني، مرحبا بك معنا. اذا سعيده انني نكون معكم، وايضا سعيده اننا نخلق جو ديال التواصل مع المستمعين الكرام بشكل مباشر. دائما كيف ما قلت 0532 02 21 هو الرقم من اجل التواصل. بدايه نتعرفوا على شركه التنميه المحليه، شنو الدور ديالها، شنو علاقتها بالجماعه، كيفاش الجماعه غادي تسهر على تسيير ديال المدينه انطلاقا من هذه الشركه. أسئلة كثيرة كطرحوها المستمعين والمواطن الفاسي. سي هدفي إذا كان ممكن أنك تعطينا واحد تقديم توضيحي لهذا الجانب. شكرا لإلهام. بالنسبة للشركة المحلية، هذا واحد النظام جديد اللي خرج في الميثاق الجماعي الأخير اللي تتساوي بين الجامعات المحلية والجامعة الترابية في المغرب. هذا النظام أو هذا المود دو جيستيون تيخول أننا الجامعة يمكن لها تنشأ شركة و براس مال ديال تكون هي ماجوريتير فيه، وحنا فاش مشينا على اننا نكونوا على 51% للجامعه، ويمكن يدخل في الشركه شركاء من القطاع الخاص اللي عندهم تجربه في الميدان، وهذا هو اللي مشينا فيه، لا بالنسبه للاناره العموميه لا بالنسبه للمواقف السيارات. وبالنسبه لنا حنا كجامعه فاس خدمات تقريبا هذه مده 3 سنوات تخرجوا هاد جوج المشاريع، يمكن خدينا فيهم وقتنا، ولكن خدينا وقتنا ولكن خدمنا على اساس باش نخرجوا واحد مشاريع متكامله اللي يمكن لها تمشي بالمدينه للسنوات ان شاء الله المقبله في احسن حال، وفي ودائما عندها ذاك لافي تكنولوجي، ذاك تكون عندها يعني تحديث تكنولوجي وتحيد ذاك التكنولوجيا في الوقت ديالها. اذا احنا كما قلنا وجدنا خدمنا تقريبا شفنا تيتجرى في مدن اخرى لا وطنيا لا دوليا، تهضر معك على جوج مشاريع للاناره للباركينغ، شفنا اخر ما كاين في التكنولوجيا في هاد الميادين، وشفنا ماذا يجري في المغرب. استفدنا من التجارب ديال المدن الاخرى، مثلا الدار البيضاء، الرباط، طنجه، هذه الحركه اللي كاينه في المغرب في هذا الميدان.
حاولنا ناخذوا احسن ما كاين من هذا التجارب، وخرجنا واحد بصات تحملات اللي تي اللي عنده الخصوصيه اللي تياخذ خصوصيه دي مدينه فاس والاشكاليات الحقيقيه دي مدينه فاس. و صمنا تفاصيل التحملات، دزنا المسطره ديال لابيل دوف باش اختيار الشريك الذي يدخل معنا ب 49% من راس المال ديال الشركه. الحمد لله وبيوفقنا اننا خدينا شركه عالميه لتسيير تقريبا 45 مدينه عالميه خصوصا في اوروبا، ايطاليا، فرنسا، في المانيا الى اخره. وتتخدم باخر تكنولوجيا تعرفها الميدان. تنقول ان على الاقل في هذه المرحله هذه توفقنا لواحد الدرجه كبيره باش نستقطبوا استثمارات كبيره للمدينه، وباش نستقطبوا داك النقل التكنولوجي ولا الترونسفير تكنولوجيك للمدينه بصفه خاصه والمغرب بصفه عامه. نعم ان شاء الله. اذا كاين جانب تقني مهم غادي يتخلق، وتكلمت على التحيين ديال التكنولوجيا سي محمد انس. الجانب التقني كيفاش غادي تحاولوا ما امكن انه تنجحوا التجربه، التجربه اللي كنظن بانه غادي تجيبوا الجديد فيها مقارنه مع المدن الاخرى، لانكم كما قال السيد هدف انكم استفدتوا من تجارب ديال المدن على المستوى المحلي على مستوى المغرب او لا على مستوى خارج المملكه. اكيد مدام الهام، هو في الحقيقه هذه فرصه باش نكونوا نتواصلوا مع المواطنين ونفسروا لهم الطبيعه ديال هذا العمل ديال هذه الشركه اللي غادي تنشا ما بين الجماعه والخواص. فهذا ماشي تدبير مفوض كما قال السي بنيس قبيله، هذا ماشي، هذا نظام جديد. يعني الجامعه كتخلق واحد الشركه مع الخواص من اجل تدبير واحد المرفق، وهذا قانون التنظيمي ديال الجامعات يعني كيسمح به ابتداء من 2015 بدا كيسمح، او 2011 بدا كيسمح به. وبزاف ديال المدن اللي مشات في الاتجاه هذا، نوطامون مدينه الدار البيضاء اللي الان عندها الاس دي ال ديالها ديال لي باركينغ خدامه كتشتغل. احنا اش كنقترحوا على 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 الساكنه ديال فاس هو واحد النمط جديد ديال 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 التعامل مع المرفق ديال مواقف السيارات. ف غتولي خدمه، هذه يعني المفهوم ديال الخدمه، غادي يولي المواطن كيدي واحد الخدمه. نعم، ما غيبقاش غير تيخلص واحد الاساس في الباركينغ، ما عرف ديك الباركينغ واش مكري واش ما مكريش، يعني ديما كيكونوا مشاكل. وانتم الا تجولتوا كتطلعوا مع المواطنين، وحنا من السكان ديال المدينه، ويعني حنا بيدنا بعض المرات كنعانيوا من واحد التصرفات، يعني واحد العدد ديال المسائل. انا طبعا لا اعمم، ولكن كاين بعض الممارسات. لا كاين اشكاليه، شوف واضح كاين مشكل. المجلس الجديد فاش جا حل المشكل في التحديد ديال التعريفه، لان كان قبل كان واحد الفوضى على المستوى ديال التعريفه في بعض الاماكن، ولكن الان مازال مطروح المشكل. مطروح المشكل، وحنا كما قلت لك لا نعمم، ولكن كاين بعض الممارسات اللي غير مقبوله لا المواطنين ولا للجميع. فاولا هاد اللي لابد ناكدوا عليه هو ان هذا الشيء هذا ما جاش ونزل، لان هذا واحد جا تبع لواحد الدراسات اللي قامت بها الجامعه. اولا كاين جوج دراسات من هي مهمه، اللي هي دراسه ديال مخطط التنقل الحضري بي دي يو اللي انتهينا منه، واللي ما بين المخرجات ديالو هو تنظيم سير الجولان وسط المدينه، وخاصه البند المتعلق بمواقف السيارات. فهاد مواقف السيارات كاين جوج ديال الاجزاء فهاد المخطط. كاين جزء متعلق بالمدينه يعني لا فيل نوفيل، وكاين المدينه العتيقه. وانا من بعد يمكن نوضح لكم اكثر هذا المجال هذا. وكذلك دراسه ديال برنامج العمل الجماعي، اللي واحد من المشاريع المهمه ديال برنامج العمل الجماعي هو يعني خلق شركه التنميه المحليه متخصصه في مواقف السيارات. فاذا باش نرجعوا للشق التقني، فالجماعه ديال فاس انطلقنا حيث انتهى الاخرون، يعني اون نو كري با لا رو، ولكن حنا يعني قلنا غادي نمشيو لو توب د لا تكنولوجي وغادي نطبقوها في مدينه فاس. نعم، يعني النظام اللي غادي يطبق في مدينه فاس فهو نظام انوفون في العالم. يعني انا جو بيز ميمو، عارف راسي اش كنقول. يلاه كان ان اس بيلوت في واحد المدينه ايطاليه وعطى واحد النتيجه اللي هي متميزه، وحنا ان شاء الله ديك التكنولوجيا
غادي نقلوها لمدينة فاس إن شاء الله. تفضل. يعني غير بعجلة ديك لي زيروداتور اللي موالفين كاين اللي كيحطوا الناس حتى في الإسبان في فرنسا في جميع شو سميتو المدن الكبرى ما غادي يكونش. غيكون نظام ديال الأداء يعني مختلف، غيكون نظام ديال السير مختلف، يعني واحد قطيعة مع الماضي إلا بغينا نقولوا، واحد نظام جديد ديال التعامل ولا ديال واحد الخدمة للساكنة ديال مدينة فاس والزوار ديالها طبعا. أكيد إن شاء الله. يعني هذا الشيء اللي نسمعه أكيد شيء جيد شيء جميل، لأنه غادي يحاول ما أمكن أنه يرقي بالجانب التسييري ديال المدينة، غادي تكون واحد الصورة جميلة على مدينة فاس. كنتذكر بأن أحد الأجانب كتب أرتيكل على ولا مقال على الجانب ديال أو التعامل ديال الحراس ديال مواقف السيارات في المغرب، وكتب بواحد الشكل يعني سميتو بالأخص على مدينة فاس. فهذا كان شيء مؤسف لأنه تنقلت واحد الصورة ماشي زوينة بزاف على المدينة، فربما هذا غادي يقدر أنه يحل لنا هذه الإشكالية ماشي على الزوار ولا على الساكنة. باش نكونوا واقعيين ما كنعمموش إيه، ولكن الإشكال حاضر، وأي مواطن كيكون كيسمعنا دابا راه أكيد إلا وعانا من الإشكال ديال مواقف السيارات. غادي نستمعوا للآراء ديال المواطنين بهذا الخصوص باش نشوفوا كيفاش كيحاولوا انهم يستوعبوا هذه الفكره وكيفاش يردوا الافعال ديالهم. غادي نستمعوا للمجموعه ديال الاراء ومن بعد نناقشوها. الاراء اللي ساقها لنا يوسف بوحبه المتدرب براديو بلوس فاس، فنستمعوا جميعا. الو كانت هذه الاراء ديال مجموعه ديال المواطنين من ساكنه مدينه فاس ومناطق متفرقه من المدينه. يعني حاولنا ما امكن باش اننا نحاولوا نجسوا النبض ديال الساكنه بهذا الخصوص، بالرغم باش نكون صريحه معكم انني كنت عارفه 90% من ردود الافعال ديال الساكنه بحكم انا مواطنه، واي واحد غيتسولني يعني الرد ديالي غيكون واضح. سي هدف، يعني سمعنا كاينه حاله الاستياء عند المواطن من هاد المواقف ديال السيارات بشكل عشوائي، يعني ما عارفينش معنا من غير يتكلموا، تكلموا على الناس، تكلموا على مجموعه ديال النقط. ف الى اي حد ممكن هذا المشروع غادي يحل هذه النقطه هذه؟ لا بغيت نوضح واحد القضيه. انا هاد المشاكل اللي قالوها المواطنين كاينه بطبيعه الحال، ومازال يمكن نزيدوا في مسائل واحده اخرى، كاين نقدر نزيدكم حتى مسائل واحده اخرى. حتى كاين دابا كاين عندنا العقود اللي قانونيه فيها اشكال، وكاين حتى الفوضى في احتلال الملك العمومي، كاين اماكن اللي محتله عند اشخاص غير. اذا هذا الشيء هذا سيتي يقولوا داك لوفي تينود لانارشي تينود الفوضى، فارغ تينود الفوضى اوتوماتيكمون تيوقعوا هذه يوقعوا المشاكل. اذا الاشكاليات اللي نقدر نقول لكم، حنا كمواطنين قبل ما نكونوا كموظفين ولا كمسؤولين في هذه المدينه، حنا مواطنين وعايشين وحاسين بشنو تيوقع لنا، وتقول لي كذلك فاش كنا تنصوبوا هاد الدفاتير التحملات تنستحضروا اننا مواطنين ساكنين في هاد المدينه قبل كل شيء. يعني داك الشيء اللي حس به المواطن حاولنا نخرجوا في داك الدفاتير التحملات، هذه اول حاجه. ثاني حاجه هو انه هاد المشاكل
عرفنا حنايا درنا الضفاس التحملات، ولكن درنا واحد الحاجه واحده اخرى فاش درنا لابيل دوفر. دابا كاين بزاف من المعطيات يجي يقول لك واد الناس جايين طاليان جايين فرنسا وشنو عارفين على مدينه فاس وشنو عارفين غادي يجي يحسبوا تيحسبوا داكشي اللي في فرنسا اللي يكون في قلب فاس داكشي داروا اتيود اوبليجيناهم باش يديروا لنا ايطالي دو ليو بحال ان دياغنوستيك المدينه اللي خدا تقريبا كيخدا واحد شهر ونص. ودابا عندنا وثيقه في يدينا تعطينا تشخيص كامل على الوضعيه ديال لو ستاسيون فاس، وهادشي الهدف منه كاع كله حنا شي عارفينه، ولكن الهدف منه كاع كله انه هاد السيد او هاد الشركه اللي يدخل معنا يعرف راسو علاش داخل ويعرف العقليه. دونك كانت لوتود فيها بزاف مسائل، فيها ما هو اقتصادي ما هو تقني ما هو الى اخره، ولكن ما هو اجتماعي وما هو سوسيو ثقافي تتعلق بالعقليه ديال الساكنه والعاملين في هذا القطاع الى اخره. كيفاش هاد الشركه تحل المشاكل؟ طبيعة الحال إذا حنا فاش كنا جوجنا هاد الوثائق والتفاوض مع الشركات اللي كانت ديك الساعات متنافسة، كانت عندنا واحد قبيلة في التقديم ديالكم تكلمتي على مقاربة اجتماعية ومقاربة تيرية. كاين زدنا مقاربات واحدة أخرى، كاين بطبيعة الحال المقاربات الاجتماعية فيها جوج الحوايج، ما هو العلاقة ديال المواطن مع هذا المرفق، هذا الأول. المقاربة في داخل الاجتماعي ما هاد الناس اللي عاملين في هذا المرفق رغم كل شيء فهم اناس مواطنين اللي حقوقهم ولا الطريقه ديال العمل ديالهم خدين فوضى وطريقه غير وحقوقهم كيكونوا مهضومه. اذا حتى هاد المقاربه استحضرناها في دفعه التحملات. كاينه المقاربه التكنولوجيه كما قبل سي انس العليش، اننا هاد المشروع هادي راه المدينه واحد السنوات مقبله، ما خصناش حنا نبداو بشي حاجه اللي دابا النهايه ديالها نوطوماتش ديال لي زورداتور. هادي تكنولوجيا في قريب دابا 3 سنين 4 سنين 5 سنين 10 سنين كاع هادي دقائق، حنا ما غاديش نبداو شي حاجه اللي بدات دقائق، نبداو حنا عاد نديروها فاس ونعملوا بها المدينه. اذا هادي المقاربه التكنولوجيه، وقلنا المقاربه التكنولوجيه تنستحضروا ان كاين الحمد لله النسبه ديال الانسان اللي عنده لا سمارت فون ولا سمارت فون والتكنولوجيا يعني كاين وكاين اللي ما عندوش ما يعرفش هذا الشيء. دونك هذا كل شيء دخلنا في استحضرنا في التكنولوجيا. كاين مقاربه اقتصاديه، هذا حاليا هاد العقود الحاليه او اللي دابا تنتهي تدخل تقريبا الجماعه ما يفوق شي شويه واحد 5 مليون ديال الدرهم. واش مرفق هام بحال هذا يلا يدخل الجماعه 5 مليون درهم؟ اذا هذا كمداخل الجماعه فهذا مون كبير للجماعه. كاين المقاربه الاخرى التدبيريه، يعني كيفاش يدبر كاش هاد الفوضى هادشي اللي سمعتوا عليه هادشي هاد العقود كاش تسير كيفاش انا المخاطب ديالك المخاطب دابا الجماعه بغات سيدي يكون عندها مخاطب فاش دابا الا بغينا نمشي نهضروا مع شي مشكل ما تعرفش شكون هو مول الباركينغ مع مول مع العساس مع داك العساس اللي خدمت داك البلاصه اللي مسكوطيها شي واحد شكون هو المكلفي. دونك هادشي ما عندكش مخاطب ما كاينش. وكاين المقاربه بطبيعه الحال القانونيه في اطار القانون دابا في هادشي ديال الميثاق الجماعي واللي تتخولنا انا نديرو شركات محليه، والحمد لله اللي خلاتنا ماشي غير نخدموا بطريقه شنو نقول لك باسيف، مي المقاربه القانونيه كانت الشهادات باش نخرجوا احسن يمكن اللي يخرج في المرفق ان شاء الله. نعم، بالنسبه لدستور التحملات كيفاش ضبطوه؟ يعني كيفاش حاولتوا تحطوا واحد دفتر التحملات اللي كتضمنوا به كتضمنوا من خلاله انه هاد الخدمه تادت بشكل جيد وتكون عندها مردوديه للجماعه، وكيفاش ايضا المواطن ما يضرش واي واحد غيشتغل فيها ما يضرش، لان اكيد غادي تكونوا استفدتوا من دفاتر تحملات قبل اللي باش تداركوا هذا الاشكال. اذا كما قلت لكم دفاتر التحملات في خدينا وقتنا زعما ما شاء الله خدينا وقتنا، لان كاين جوج الحوايج خدينا وقتنا باش نوجدوا وثيقه اللي محترمه واللي يمكن لك تراهم بها المدينه في السنوات المقبله، وخدينا وقتنا لان كانت عقود جاريه. العقود دابا يلاه كاين اللي يلاه تسالى في ديال جوان، كاين اللي عاد تسالى دابا، كاين اللي عاد تسالى في جونفي. دونك اذا هادشي علاش كانت خدينا وقتنا، ولكن تنقولوا باننا
جميع المشاكل اللي تنظم انا ما كاينش شي مشكل اللي تعرفوا ما فيك ما تصحضروش ديك الفتره التحملات. اذا من ناحيه تكلمتي لنا على المسائل الاقتصاديه، قلنا مثلا دابا حاليا ما فيكش يدخل تقريبا 5 مليون ديال الدرهم للمدينه جامعه فاس ريدوفونس او اتاوى سنويه دابا تلزم الشركه انها تخلصنا على الاقل على حسب هذه الكونطرا الحاليه تخلصنا 6 مليون ديال الدرهم سنويا. زائد ما نساوش شنو قلنا، ان هذه شركه محليه فيها 51% ديال الجامعه و 49% ديال الشركه، يعني هذه الشركه اللي تربح داخله باش استثمار وتربح دائما الارباح يعني تعطيها نصيبها من الارباح، يعني 51% ديال الارباح هي تدخل للجامعه. الحاجه الثانيه هذا من ناحيه اقتصاديه، حاجه تدبيريه، النظام ديال الشركه المحليه شنو تيخول؟ تيخول انك تكون عندك المراقبه ديال المرفق من جميع النواحي. اذا المراقبه انك كجماعه مع شركه ستراقب الشركه في تدبير ديك الالتزامات ديالها ولي بيناليتي ديالها والمسائل ديالها وتطبق الاستثمارات ديالها وهادشي كامل. كاين حاجه واحده اخرى، انا مراقبه داخليه، رئيس مجلس الاداره ديال الشركه شكون هو؟ هو رئيس مجلس الجماعي، يعني دائما القرار في قبل الشركه تيكون الجماعه. اذا هنا عندنا جوج ديال لي كاسكيت في المراقبه والتدبير، كعلاقه تعاقديه بين الجماعه والشركه وداخل الشركه في لي كونسي دادمينستراسيون. وهذا الشيء ما غيأثرش على التعريفه ديال المواطن اللي غيخلص، باش حيت المواطن هذا هو الهم ديالو، هو انه ما تجيش تقول له راه ما غاتخلصش جوج دراهم، درنا درت حيت الجماعه خدات واحد البادره اللي كانت عندها واحد الواقع طيب عند الساكنه ديال مدينه فاس، هو اللي مشات لواحد المواقف اللي معروفه في مدينه فاس بحال الرصيف مثلا اللي كان المواطن كيقدر يخلص حتى ل 50 درهم او ل 30 درهم في الباركينغ ولا تيخلص جوج دراهم، وما تيقدرش الحارس انه يطلب منه اكثر. المواقف كلها اللي كانت فيها 5 دراهم و10 دراهم الان كيخلص للمواطن جوج دراهم، فما واش غيقدر يتقبل انه خصو يبدا يخلص تعريفه اكثر؟ لا، هي هذا الشق هذا جد مهم وتا هو استحضرنا، وكنا نقول لك الحمد لله في التفاوض ولا فاش كنا صوبنا الوثائق وجهنا الامور انها تمشي لهذا. الحمد لله دابا نقدر نقول لكم اننا التعريفه هذه تنقص على المواطن. دابا نعطيكم انا مثال، فاش تمشي تتخلص تتوقف عند باسيسي تتاخذ باكيطه تمشيها بدرهم ونص ولا درهم وعشرين ولا داكشي اللي كاين، تتخلص الباركينغ جوج دراهم نورمالمون باش تخلص كاع الباركينغ. تقول لك دابا عندك واحد لو سيستيم باش نقولوا لا تكنولوجي، كاين بزاف ديال مود دو بايمون. بين لي بون دو بايمون انك مثلا تكون عندك ان كونتور تتكون بحال لاكارت ديال الهاتف تتكون بري بايي، تيمكن لك توقف بلابليكاسيون تقول لك بارمي لي مود تيمكن لك توقف عندك واحد الرصيد تتوقف مثلا في واحد البلاصه ديال 10 دقائق انت مثلا ديكلونشي لو كونتور ديالك تتسالي تتوقف في الكونتور ديالك بلابليكاسيون ديالك. يعني شنو يمكن لك في النهار كاع كل داك جوج دراهم تدفعها هنا جوج دراهم هنا جوج دراهم هنا جوج دراهم، يمكن داك النهار كله ما تكملش حتى جوج دراهم ديالك. يعني اون كيكو سورت يمكن لك توصل ان حتى الاداء تيكون حتى ماشي بالساعه ولكن يقدر يكون انه حتى بالدقيقه او بالثانيه قبل الوقت اللي مزيان. يعني هذه تحل واحد الاشكال كبير، انا متاكده لانه المشكل ديال مواقف ديال السيرف باسكو كتوقف تتأرق. وتكلمت على واحد النقطه مهمه، انا كنوقفوا في باتيسري خصك تخلص جوج دراهم تخرجي تسخر غير عند الخضار غادي نفس المشكل، وقفتي في اي بلاصه خصك تخلص، اذا هنا كاين اشكال. تي انا سلاجوج تكلمتي قبيله على واحد النقطه اللي هي كاين واحد جوج ديال لا سميتو هو المدينه القديمه والمدينه العتيقه والمدينه الجديده لمدينه فاس. اذا كيفاش شنو هو الفرق بيناتهم؟ كيفاش تكون العمليه التيريه ديال التقنيه لهاد جوج ديال المناطق؟ اذا كما قلت قبيله كاين شقين في هذا المشروع هذا. بالنسبه للطاريفيكاسيون يعني بالنسبه للشركه فاعتمدنا واحد النظام ديال الاداء اللي هو كما قال سي بنيس انوفون، يعني ماشي كيمكن لك تخلص عبر عده وسائل، يا اما سمارت فون واحد لابليكاسيون غادي تكون متاحه من فوا تدخل الشركه، كيمكن لاي مواطن ديال فاس
ولا زائر المدينه ديال فاس انه يدخل يتسجل يعني يدخل السياره ديالو يولي ايدونتيفي ويبدا يخلص غير بالتليفون ديالو يخلص البلاصه ديال الباركينغ يمكن يخلص البلاصه ولكن واحد القضيه اللي هي مهمه هي انه يمكن له يعرف البلاصه فين يمكن له يوقف يعني انا جاي ماشي للسونتر فيل عندي واحد الشهر غادي نقضيه في وسط المدينه يعني مثلا في شارع محمد الخامس مثلا كندخل لابليكاسيون ديالي كنشوف البلايص اللي خاويين كتمشي لهم نيشان كنمشي نيشان كنعرف بان بحال دابا في هذه البلاصه راه عامره دونك من الاحسن نمشي لهذه البلاصه اخرى هذه وحده ثاني حاجه بالنسبه غادي تقول لي ماشي كلشي عنده التليفون ماشي كلشي كيعرف يستعمل هذه يكونوا الناس اللي هما هذه يكونوا يعني موظفين والناس اللي لا الناس اللي عندهم طوموبيلات وخصو فين ستاسيوني كنظن بانهم كلهم خصو يكون عندهم ماشي نبدا انا عندي التليفون وكنعرف نستعمله وما بغيتش نستعمله وي داكور ولكن عندي بديل كنمشي كنلقى واحد الحارس ديال الشركه احنا ما بقاوش نسميوه حارس ولكن موظف ديال الشركه لان كما قاسم الناس الجانب الاجتماعي فاحنا يعني هذاك كان من الهواجس ديال هذا ديال هذه الشركه هذه هي بدينا نهضر فيه وانه يستحيل هاد الناس هادو اللي خدامين يضيعوا في الحقوق ديالهم فغادي يكونوا موظفين ان شاء الله يعني بعقود ديالهم بالاسانسيس ديالهم بالاسيونس مالي الى اخره بيكونوا ما يستجيب في هذا المجال هذا غادي تمشي يمكن الانسان يمشي عنده وياخذ لو تيكي ديالو يطبعوا له ويعطيه لو تيكي ديالو كيمكن النظام ديال لي زابونمون يعني في عثمان انا فين ما نمشي نبقى نحمق راسي فين غنوقف فين غنخلص واش عندي ما عنديش كيمكن لي ناخذ انا بونمون مونسويل ولا انويل كاين اللي يجي بحال دابا الانسان اللي ديما كيستعمل واحد البلاصه غادي يجي في الاول الشهر ولا في الاول العام ياخذ انا بونمون انويل كيولي ايدونتيفي الطوموبيل ديالو فين ما بغا يحط فاس مدينه كامله فين ما بغا يحط فاس وهذا غادي يخولو انه ياخذ اون فاكتور مزيان كيمكن له بحال دابا مثلا المهن الحره اللي كيستعملوا هادشي في لا كونتابيليتي ديالو كيمكن يقدمها في لا فاكتور ديالو يعني كوم ديبونس كيمكن له يفيد بها كاين نظام رابع وهو الاداء عبر الشبابيك الاوتوماتيكيه فان شاء الله الشركه ملي غادي تدخل غادي تتعاقد مع البنوك باش يمكن لك بحال دابا في الكيش اوتوماتيكي مثلا فسد لك التليفون ما لقيتيش الموظف ما عندكش لابونمون وخصك توقف كيمكن لك تمشي لاقرب كيش اوتوماتيك وتخلص لا بلاص دو باركينغ ديالك يعني هذه القضيه ديما زين الشركه كتناقش علينا حنا جماعه يعني غادي مطلوبه منهم راهم تناقشوا مع احدى من البنوك يعني المغربيه المعروفه باش توفر لهم هذه الخدمه عبر الشبابيك بالنسبه للتعريفه كاين جوج ديال المسائل الحاجه اللي هي مهمه خص المواطنين يعرفوها هي انه غيولي الاداء بالثانيه يعني لو بايمون على حسب لو مود دو بايمون على حسب لو مود دو بايمون طبعا كان بحال دابا بلابليكاسيون غادي يكون بالثانية يعني وقفت اون مينوت نخلص اون مينوت وقفت ساعتين نخلص ساعتين هذه الاولى دونك اللي هو كيستعمل السياره باستمرار وكي عنده بحال دابا 10 15 كاين الناس اللي كيستعملوا بحال دابا في لي ليفريزون في المسائل كيستعملوا يعني الباركينغ بزاف من البديهي انه يتجه لفير لابونمون اللي بحال دابا كياخذ السياره ديالو مره ولا جوج في النهار عنده بحال دابا يهبط قهوه ايتترا يمكن يشوف الطريقه اللي تناسبو احسن على حسب الاستعمال بالنسبه للشق الثاني هو انه في الليل غادي يعني ما كاينش الاداء نهار الليل 8 الصباح ما كاينش اداء وفي الاعياد وفي السبت في العشيه والحد ماشي متعارف عليه في نعم الوقت دابا بحال دابا الطوموبيل عندها واحد لو طريف فالا الا بغات تبات في الليل كاين تعريف ديفيرونسيال ديال الدراجات الناريه والعربات والشاحنات يعني اللي عنده موتور بيان سور ماشي هو اللي غادي ما يخلص نفس الشيء كو ان بوس توريستيك ولا هذا يعني واحد مجموعه ديال الاجراءات شنو الفرق ما بين المدينه القديمه المدينه القديمه لانه كاين فرق ما بين المدينه القديمه والجديده في التسعيره وفي المواقف كما قلت كاين دابا لي باركين كي سون اكطويلمون يوتيليزي وكاين مشروع ضخم كبير ان شاء الله اللي دابا راه تيتهيئ ديال مواقف السيارات في المدينه العتيقه وتم توقيع يعني الاتفاقيه ديالو امام صاحب الجلاله هذه واحد 3 موا والان يعني وكاله التنميه ديال لادير هي اللي اسندت اليها مهمه ديال التتبع وانجاز هذا المشروع هذا اللي هو في الحقيقه غادي يعطي واحد ضخم
جديد للمدينه القديمه ديال فاس، وغادي يكونوا فيه مواقف متعدده من المواقف السيارات. هذه يعني جزء من المشاريع، يمكن نخصوا له شي حلقه نتحدثوا عليه مع الاخوان ديال لادير اكسيتيرا. والمشروع يعني مشى في خطوات متقدمه، يعني لي بلان اركيتكتور لي اركيتكت معروفين، لي بيرو ديتو معروفين، وبداو دابا لي زابيل دوفر باش يكونوا يعني الانجاز ديالو غادي يكون غادي ينطلق ان شاء الله قريبا. هذا هو الفرق اللي كان ما بين المدينه القديمه وبين المدينه الجديده. نعم، هنا كنستحضر واحد النقطه، مثلا كنشوفوا مثلا الا مشينا لمدينه الدار البيضاء او لمراكش اللي فيها يعني فيها الشركه اللي كتقوم بتسهر على العمليه ديال تنظيم ديال المواقف ديال السيارات، واش حاولتوا تستافدوا من واحد النقطه اللي هي انه الشركه كتسير المواقف ديال السيارات، ولكن كتجي واحد المؤسسه واحده اخرى وكدير واحد سميتو واحد تيغا معين وكتقادو وكتولي دايره باركين وكدير فيه التعريفه اللي بغات هي، وهذا الشيء كنلمسوه في هذه المدن وكيخلق مشاكل يعني ماشي غير. لا هذا بالنسبه احنا كنهضروا على المواقف يعني العموميه. اما الا شي واحد عنده ان لو تيران ديالو بغى يديرو بغى اميناجي اون طونك باركين وخد التراخيص ديالو، ف هنا غير سؤال لانه لا بغيت نناقش معكم هذه النقطه مهمه بزاف وكنتمنى انها تاخذ على الاعتبار. هو هنا وهاد الناس اللي بغيو ياخذوا دابا انتم غتحاولوا تنظموا المواقف العموميه وغتحاولوا تخلقوا واحد نوع من الرقي في التسيير ديال هذه النقطه هذه، فلازم انكم تسهروا على هاد الناس اللي بغاو ياخذوا التراخيص، خاص الجماعه تسهر باش الرخصه تكون وفق واحد النظام معين في نفس التسعيره في الطرق ديال الاداء وفي مجموعه ما تكونش واحد الفوضى. اكيد لانه دابا الخواص اللي غادي يتنظم، انا في اعتقادي الشخصي هو انه الا تنظم هذا القطاع هذا فهذا غادي يكون مصدر ديال ليزانفيستيسور غادي يبغيو يدخلوا لهذا المجال هذا. فانا كنعتقد بانه الا كان شي رخصه غادي تعطى فلا بد ما تراعي هذا الجانب هذا اللي كتقول، وانه خصو يطبق يعني التعريفه اللي هي خارجه في يعني في الجامعه. وحنا بالعكس حنا ماذا بينا يجيو خواص واحد اخرين يبغيو انفيستيو في هذا المجال هذا يعني يندمجوا معنا في هذا المشروع هذا الا بغيتي تقول. نعم زعما بغيت نزيد نضيف في هذه القضيه هذه، هو انه دابا ان شاء الله بحول الله ما بينات المشاريع اللي هضر عليها السي انس اللي تكون في محيط المدينه القديمه، زائد العرض اللي غادي يكون بالنسبه لمواقف السيارات اللي تكون منظمه ومهيكله وسميتو، زائد ما تكلمناش عليه هو ديال كاستثمار اولي هذه الشركه، هذه ديرنا تبين لنا موقف السيارات تحت ارضي في ساحه فلورنس بسعه ديال 500 سياره، ويمكن هضرت على ميناجمون ديال هنا مع الشركه انه عندهم اكسكلوزيفيتي في يعني في الدومين بوبليك يعني المواقف اللي هي تابعه للجامعه، ولا بالنسبه لقاسم بالنسبه لاميناجمون ديال لا بلاس فلورنس فالشركه التنميه المحليه هي اللي عندها يعني كل ما هو ملك الجامعه عمومي في ملك الجامعه. دابا الا كان شي مستثمر بغى يستثمر في هذا المجال هذا نعم حيت كاينين هاد المواقف الخاصه كاينين
كاين اللي داير كراج ودايروا باركينغ. انا اصلا كنت سأل هاد الناس ديجا واش عندهم رخص من الجامعه او لا ما عندهاش. اذا هنا خاص يكون اعاده تفكير في النقطه، لان مثلا انا كنستحضر موقف من مواقف السيارات اللي معروف في مدينه فاس في البطحه، اللي الظروف ديال اللي فاش كتستاسيوني فيها ظروف مزريه بزاف، وكتخلص ثمن غالي، يعني ثمن تتخلص 10 دراهم باش تستاسيوني في النهار، و جو بونس وقيلا ولا 21 درهم ولا ما نعرف في الليل، اذا اولا اكثر. والظروف خايبه، يعني ما كاينش الضو، ما كاينش البلايص، ما باينينش، تقدر تضرب السياره ديالك، اذا هنا خاص هذا الجانب حتى هو يتم في اعاده النظر باش يكون كل شيء غادي في نيفو واحد ان شاء الله. هذا كما قلت انا، هذا التدبير ديال هذا المرفق فاش تكون عندك واحد المستوى عالي في 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 المرفق، ما هو انكس ولا ما هو موازي، تيسهل لك ساعه الدبور. اذا الاشكاليه الكبرى حاليا هي المشاكل اللي تتعيشها الستاسيونمون في مدينه فاس. نعم. اذا كمرحله اوليه هذه ان شاء الله بحول الله في اطار شركه من المحليه هذه نعالجوا هذه المشاكل، هذه ندير واحد القفزه نوعيه، دوك ماشي تنعالجوا تنعالجوا وتنمشيو لواحد القفزه نوعيه في التدبير، وفي قفزه نوعيه في ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي، ما هو ديك الساعات المشاكل او المشاريع الموازيه او البانويه سهله تدبرها وسهله تخلف. نعم. بيلا في البدايه ديال الحلقه تكلمتي بانه استفدتيو من تجارب اخرى واستحضرتيو تجارب كبيره ديال مدن عالميه، مدن من دول اخرى. واش هذا كيعني انكم حاولتوا تستافدوا من الاتفاقيات ديال التوأمة الكثيره اللي دايرها مدينه فاس؟ مدينه فاس دايره مجموعه ديال الاتفاقيات ديال التوأمة، واش ما حاولتوش تخلقوا واحد التبادل في مجال الخبره، في مجال انكم تستافدوا من شيء من هذا الجانب التسييري في اطار المواقف السيارات؟ لا هو في حق ما هو التوأمة مع المدن وداك الشيء كنسمعوا حاب نستافدوا منه، ولكن الحق ما كانش هو اللي هو باش اختارينا، ولكن اللي صدف ان هذا تجمع الشركات تيسير، اللي صدف تيسير مدينه فلورنس. وفلورنس عندها وفلورنس اللي مدينه متوأمة، والصدف انه هذه اميناجي فلاس فلاس. يعني الا كان شي مجال التوأمة زعما كاين شي مجال حي للتوأمة هو هذا. حيت فعلا هاد التوأمة ديال فلورنس اللي كلشي مدينة فاس كيعرفوا ساحة فلورنس، ولكن ما عارفينش بان الساحة تسمات فلورنس انطلاقا من التوأمة اللي دارت في الستينات، تنظر في 61 او لا في 62، ما درتاش بالضبط التاريخ، ولكن تقريبا هذه يعني اول تجربه، اول توأمة ديال مدينه فاس كانت مع مدينه فلورنسا، وكانت تسمت على اثر هذيك الساحه بساحه فلورنس. ويعني وجاو ليها سميتو تنظن سميتو ديال مدينه فلورنس عده مرات في سنوات قبل اكثر باش زاروا هذيك الساحه وشافوا. وهذه فرصه باش يعني نقولوا بان هذيك الساحه يعني طبعا غير راضيين على ديك الحاله اللي وصلت له، وان شاء الله هذا المشروع هذا كما قال سي بنيس فالركيزه الاساسيه ديالو طبعا هي توفير هاد الفضاءات وهادشي، ولكن ايضا يعني التهيئه ديال ديك الساحه بواحد الشكل اللي يعني يليق بوسط المدينه ديال فاس. ان شاء الله غادي تكون على شكل باركينغ سوتيرا، ولكن الفوق غادي يكون اليغ ليب، وغادي يكونوا فيه محلات يعني تجاريه، وغادي يكون واحد لانيماسيون، غادي يسمح بواحد لانيماسيون يعني غادي تكون واحد القفزه نوعيه ان شاء الله في ديك في ديك في ديك الساحه، وان شاء الله تكون تليق بالمستوى ديال وسط المدينه. اللي نضيف هو انه بالنسبه لساحه فلورنس اننا الفكره ماشي ناخذوه كانه باركينغ، كانه واحد المركز للاستقطاب حتى السياح، ان اسباس دو في، يعني انا ماشي ما نشوفوهش اقسم انه موقف السيارات، فهو ما نقولش سبقوا الاحداث، ولكن ليسباس الفوقاني ديال 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 الساحه، وباش نديكم في الصوره ان عملنا اننا يكون النيفو ديال الهض باش ما نضركوش المعمار ديال بنك المغرب و لا بوست داكشي ديال الاوربان، دونك غادي يكون النيفو ديالو، دونك غيكون جو ديال لي نيفو تحت الارض، وهذاك النيفو الفوقاني حتى هو نازل شويه، تسوق ان ما نضركوش نضر على سميتو. وتما دابا ما بغيتش نسبق الاحداث، هاد الشركه دابا اللي دابا
تتحاول حاليا في هذه المرحله هذه انها تستقطب داك لي مارك الكبار ديال خصوصا ديال ايطاليا تجي تحط في سميتو. اذا هذه المهم هذه ماشي ملزمه ولكن ما نظنش احداث ان شاء الله بحول الله ان شاء الله بحول الله يسكن. الفكره هو اننا هذاك ان اسباس دو في وان اسباس تقولوا لانيماسيون ديال المدينه. كاين المدينه قديمه كاين السياحه وداك الشيء ولكن وسط المدينه حتى هو خصو يتزار حتى هو خصو يتشاف حتى هو خصو. وهذا الشيء طبعا غادي يكون بموازاه مع المشروع اللي كاين ديال التهيئه ديال وسط المدينه شارع محمد الخامس والازقه المتفرعه. يعني غادي يكون واحد بروجي جلوبال ان شاء الله ديال سونتر فيل اللي غادي يعطي واحد الديناميه جديده لوسط المدينه اللي بحق دابا كتعاني من واحد يعني مشاكل بنيويه. نعم غادي نختم بالشق الاجتماعي واخا هو تخصصكم تقني 100% هذا ولكن اكيد في الاجتماعات اللي حضرتوا لها لان اليوم كان خاص يكون معنا سي محمد الحارثي. سي محمد الحارثي اعتذر لانه بحكم انه هو النائب الرئيس اللي مكلف بهذه النقطه هذه ديال مواقف السيارات اعتذر لانه عنده اجتماع في مدينه الرباط وما قدرش انه يواكب معنا ولكن ما لا باس اننا نثيروا هذه النقطه معكم لان حضرتوا الاجتماعات وحضرتوا النقاشات وعارفين الكواليس شنو فيها في هذا الاطار. ف الشق الاجتماعي كيفاش يتم المواجهه ديالو يعني لان باش غادي الى جينا نشوفوا الكم الهائل ديال الحراس ديال مواقف السيارات كاين واحد العدد كبير. انا صراحه تنقولها بان في مدينه فاس ربما فيها الكم العدد ربما يضاهي مدن كبرى او قريب لها لان كتلقى مثلا شارع يعني ديال واحد متراج قليل فيه ثلاثه ولا اربعه العساسه كلهم خاصهم كل واحد شاد واحد المتراج معين مقسمينه. اذا هنا كاين واحد كيخلق واحد العدد ديال الناس اللي غادي تكون كتستافد من هذه المواقف وفيها الجانب الاجتماعي. وكنستحضر في المجلس السابق كنا فيما كنناقشوا هذه النقطه تيقول لك اودي عتاب هذوك الناس ما يمكنناش نديروا يعني هذوك الناس صافي غيبقاو هكذاك وخاص المواطن يعتبرهم خاصهم مساعده اجتماعيه وحنا كنتعاونوا معاهم. كان عندي تحفظ على هذه النقطه هذه لان الا بغينا نعاونوا شي حد خصنا نعاونوه كوم يلفو ولكن مزيان ان الان جات هذه العمليه التنظيميه فكيفاش غيكون التعامل مع هذا الشيء؟ سمحتي لي نجاوب على هذا السؤال لان هذا الجانب هذا ناقشناه بزاف. وحنا الفكره ديالنا هو قلتها في الاول ماشي غادي نعاونوا شي واحد هذاك السيد راه ما بقاش غيولي موظف موظف تيدي واحد الخدمه يعني بلاتي باش نوضحوا واش كلشي غادي يستافد ولا هناك عمليه انتقاليه؟ لا هو شوف هو حنا يعني في ستار تحملات عندنا خص الشركه يعني تحاول انها يعني تستوعب الناس اللي هما اولويه بريوريتيرمون الناس اللي هما خدامين في يعني ولكن هذا ما يمكنش يستوعب اي واحد. يعني هذا قلت مثلا المشكل ديال الاطفال كيشربوا بواحد الطريقه اللي هي كاين عيالات كبار كاين دي فام كبار ولكن كاين رجال كبار بزاف ولكن الناس اللي هما يعني اكسيستو في الشروط ديال العمل في الشركه فطبعا احنا فيهم هما عندهم الاولويه غادي يكونوا احداث مناصب شغل جديده يعني هذا القطاع هذا لانه كوم كاين لافي تكنولوجي كاين المسائل ديال لافورماتيك الاداره لو كونترول لا فورماسيون يعني واحد لي ميتي جداد غادي تكريا واحد يعني غادي يكونوا دي كادر يعني واحد الاوتور اللي غادي تشتغل في هذا المجال تكون شركه قائمه سداس يعني بالاوتور ديالها بالهياكل ديالها بالسيارات ديالها ديال الكونترول يعني العلاقه مع الان العلاقه مع لي بانك العلاقه يعني واحد منظومه جديده كما قلت هذه خدمه ما بقاش غير كتجي كتحطو وكتعطي جوج درهم ما عرفتي لا فين مشات شكون اللي داها ولا شكون اللي يعني في مقابل واحد الخدمه كتاديها للجنرال وكالطريقه باش كتاديها بطريقه تعسفيه يعني زعما باش نكونوا واضحين راه معاناه حقيقيه. حنا ليديال بالنسبه لنا هو ان المواطن ميكون بحال دابا مواطن ديال فاس ولا زائر مدينه فاس انه ميكون يهز الطوموبيل ديالو تيقلب على بلاصه يكون مرتاح. اولا عارف راسو فين ماشي غادي يحط طوموبيلتو عارف راسو شحال غادي يخلص عارف راسو بان ما كاينش اللي غيتعسف عليه ولا ما كاينش اللي عنده لا قدر الله وقع مشكله عنده مخاطر. بغيت نسولك الا تعذر عليه الاداء ديك الساعات كاين طرق ديال الاداء يعني ما غادي يجيش القصابو بالنسبه للمشاكل ما غادي يجيش القصابو. نتكلموا على واحد النقطه اسمح لي سي العلاج باش ما ننساهاش
انا مع دابا ملي كيقرب يسالي البرنامج فاللي بغيت نتكلم عليه وهو ملي كنكونوا مع الاساس العادي انا ما كنعممش ولكن شحال من مره كتلقى ديال جيت تلقى طوموبيلتك مضروبه كتلقاها مكرطه وهذا الشيء انا شخصيا عانيت منه ما كتلقاش مخاطب هنا الشركه واش غتضمن هذا الحق المواطن يعني واش غتكون مزوده بكاميرات غادي تكون مسائل سيكيوريزي باش المواطن يعرف راسو شنو تيدير لا هنا قبل ما تكون سميتو هذاك بعد هذا الموظف غادي يكون ان شاء الله في تلت الشركه ما تقولش انا حايس تلت الشركه في الميدان غادي يكون بعد عنده راتوني ديالو والامتحان الشركه بان تصعف انك هذاك ممثل شركه ثاني حاجه تكون الاسم ديالو كتشوف في بالكود ديالو المسائل ديالو وثالث حاجه عندنا نظام ديال الجزاءات او تنقول البيناليتي ديال الشركه على حساب هذه ريكلاماسيون ديال الموطي وعلى حساب ما قد تعاينه الجماعه في غتكون عمليه تتبع بطبيعه الحال راه مسوي شي قلت لكم قبيله ان كاين جوج ديال الكاسكيت تتبع المواقبه كعلاقه تعاقديه بين الجامعه والشركه ومواقبه داخل الشركه يعني هاد المساله محسومه واحد القضيه كما غدا بطل ما تكلمش عليها قبيله تهرسي راه لينوفاسيون عاوتاني كاين هنايا انه تنهضوا على في مدن اخرى باش نقول استخدام مدن اخرى كاين نظام يصابك وانا سي طرح مشاكل قانونيه ومشاكل اجتماعيه ومشاكل العلاقات بين المواطن والشركه فتنقول لكم هنا النظام ديال اللي ما اداش ما كاينش صابو كان سيستيم ديال تتكون يمكن نهضروا عليه بعجاله غرامه عندك في الغرامه شنو هي كاع الغرامه الى خلصتي داك 48 ساعه من بعد ما درتي داك كانت كنت عندك وهذا وعندك واحد الرصيد وتسالي عليك او ما عندك كنتي قطع على حسب ساعه وتسالي ساعه او نسيتي او شي حاجه تتخلص اللي تيتسالك زائد غرامه ديال 2 درهم الى خلصتي في 48 فوق 48 تتخلص على حسب لازون تتخلص واش 100 ولا 100 ولا 150 درهم على داك النهار اللي سميتو اذا هذه هي الغرامه وما كاينش صابو هذا لاموند اما تتكون فاش تكون اما تحطك في الطوموبيل الا كنتي ساعات الا كنتي مشى واحد قطع لك لاموند ومشى بحالو ودير هذا تجي لاموند تضل ولا فيا لابليكاسيون اللي عنده اذا هذا الشق هذا تاع مهم ديال الصابو راه ما كاينش الصابو ان شاء الله بحول الله نعم نتمنوا لان فعلا هذه العمليه ديال الصابو خلقت عمليه تشنج داخل المدن ملي كتخرج كتلقى الصابو ما كتلقاش اللي كيخاطبك يعني انا هذا الشيء حتى هو عانيت منه في مدن اخرى هو المخاطب ما كاينش واهم ركيزه نتوما ركزتوا عليها دابا وهو الشركه غادي يكون عندها مخاطبين يعني كيما مشيتي كتلقى اللي غادي يتكلم معك واللي غادي يتواصل معك كلمه اخيره نخليكم تختموا بها سي العزيز غادي نختم في الحقيقه باش نشكر واحد الشكر كبير يعني المشروع هذا ما خدموش فيه جوج اشخاص بل فريق عمل يعني متكون من السادة نواب الرئيس لاسي عمر فاسي ولاسي الإخوان ديال القسم التقني وكذلك يعني الناس اللي مكلفين بجوج ديال الشؤون القانونية مدام غيتا ومدام عايدة وكذلك المدير العام الجامعة والناس ديال الولاية يعني اللي قدموا لنا واحد الدعم يعني كبير بزاف باش خاصة إدارة قسم الجامعات المحلية طبعا هذا عمل جماعي ديال الجميع وفي خدمة المواطن وتنتمنوا انه يعني يعطي الاكل ديالو قريبا ان شاء الله وتحسن العلاقة ديال فوقاش غيبدا اذا دابا المراحل القادمة غادي يكون التصويت عليه في يعني في الدورة ديال المجلس ديال اكتوبر في بداية اكتوبر وغادي يتحل التأشيرة في الوزارة الداخلية ان شاء الله فور التاشيره ديالو غادي تبدا انا ان شاء الله بدا 2019 بدايه السنه هذا الامل ديالنا ان شاء الله يعني هذا هو التوقعات ديالنا في بدايه السنه تبدا الاشغال ان شاء الله بهذا النظام شكرا ان شاء الله سي بنيس تنشكركم وغادي الحمد لله زعما هذه الفرصه لان كاين مجموعه ديال الحوايج اللي تتعطونا هذه الفرصه مثلا مجموعه الحوايج اللي تبدا واللي يمكن ما تسمعش هادشي دابا لان قبضنا وعيه دابا هادشي في التسيير ديال موقف السيارات نتمنى ان تكون عندنا فرصه باش نهضروا على الاناره العموميه ان حتى هي واحد الميدان اللي زعما وصلنا له لواحد اللي ما يمكن نوصلوا حتى مدن في العالم كاين اللي وصلت اللي بغات توصل له او كاين مولي الموضوع كاين اللي وصلته هادشي اللي وصلنا له ان شاء الله فاس نهضروا على 60 في ملي اقتصاد الطاقه نهضروا على ان الجينيراليز في المدينه كلها فاس لاليد وبمجموعه الاستثمارات الكبرى اللي هذه صافا في 3 سنوات المقبله ان شاء الله بحول الله الاناره العموميه
تشكركم على هذه الفرصة تتسنى، نتمنى أن تكون فرصة أخرى باش نعرضوا مسألة إن شاء الله. أكيد سيدة في الحلقة المجية غتكون معكم مع سي عمر الفاسيلتي إن شاء الله، لأننا تكلمت معاه باش أنه غادي نديروا حلقة خاصة بالإنارة العمومية وعلى هذه الصفقة ديال ليكليراج بوبليك باش نزيدوا نوضحوا للناس، لأنه درنا حلقة قبل وكانت ممثلة في التلاقي من الاجتماع اللي كان عندك أنتايا مع مقاطعة أقدام، منو خدينا هذيك الحلقة وتفصلنا فيها وكان معنا فقط غير النائب ديال الرئيس، ولكن بقاو مجموعة ديال الأسئلة غير خص الجواب ديالها عندك انت وعند النائب ديال العمدة اللي لازم خصهم يكونوا حاضرين معنا، تكونوا حاضرين معنا باش أننا نقدروا نجاوبوا عليها ونوضحوا شنو غادي يقدر يكون في الأيام المقبلة بمدينة فاس. إذا شكرا لك سي هدف بنيس المهندس المكلف بالشركة شركة التنمية المحلية المكلفة بمواقف السيارات، وأيضا الشركات المكلفة بالإنارة العمومية. كنشكر أيضا سي النجم محمد أنس المهندس رئيس القسم التقني بجامعة فاس، شكرا لك على حضورك وعلى تواصلك، ومن خلالكم كنشكر كل الموظفين ديال جامعة فاس اللي كيسهروا معكم على تنزيل مقتضيات التسيير ديال الشأن المحلي الحقيقي اللي كنطمحوا له واللي نتمنوا أنه يعطي الأكل ديالو في الأيام المقبلة إن شاء الله، والمواطن يحس بالخدمة الحقيقية اللي قدمها له جامعة فاس. شكرا لكم مستمعينا الكرام، كيف ما ذكرت في الحلقة المقبلة من المقترح أو من المقرر أنه غادي تكون خاصة بالإنارة العمومية اللي غادي نتكلموا بالخصوص على الصفقة ديال الإنارة العمومية دائما في إطار شركة التنمية المحلية اللي تعاقدت مع جماعة فاس، ونتمنى أنه ما يكون حتى شي مانع اللي ما يخلينا من نديروش هاد الحلقة، ودائما مواكبين معكم تسيير الشأن المحلي لمدينة فاس. المسؤولين ديال مدينة فاس غادي يكونوا حاضرين معنا، ومازالين كنتظروا الحضور ديال عمدة مدينة فاس اللي وعدني باش أنه غادي يحضر معنا وغادي يكون عنده مداخلات في كل ما يتعلق بتسيير المدينة والشأن المحلي لمدينة فاس. معكم إلى خليفة تحييكم، أيضا لكم تحية جمال تحمد في الإخراج، ولكم تحية سعد القدري اللي مرافقني دائما بالصوت والصورة، فتحية لكم وشكرا لكم على المتابعة وعلى التواصل، نتمنى لكم متابعة ممتعة على غاديو بلوس. إلى اللقاء.